الحسين والأحرار الإمام الحسين عليه السلام في معركة انتصار الدم على السيف في وجه الطاغية. ونحن نقول إلى الطاغية: ألا أن ندعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات الأحرار تعلى، هيهات منا الذلة، هيا اسمع شباب الدولة، هيهات منا الذلة. قلها إلى اللئام في جمعة المضطرين. يا الله يا الله يا الله، إلهي نسألك ونقسم عليك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، كما رديت يوسف ابن يعقوب إلى أبيه سالما، رد أسرانا إلى أهلهم سالمين غانمين، منصورين لا مذلولين، بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وافلح من يصلي على محمد وآل الطيبين الطاهرين.